بص هنا يا حاج، هاي صلي بقى صلي كده. ربنا يتقبل يا حاج بشير. ربنا يتقبل. زي ما احنا شايفين حاج بشير ابو مطرود يقوم الدعاء الله عز وجل طبعا من تلك العمرة يقول فسيها جناته اللهم تجاوز عن سيئاتك ويقول فسيها جناتك يا ارحم الراحمين يا الله اللهم تجاوز عن سيئاتك هو وامي ويدخل ما فسيها جناتك يا رب يا أرحم الراحمين. اللهم صل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك. اللهم ادخلهم الجنة بدون حساب ودنا سوقة عذاب.
اللهم اكرم الجنة بدون حساب ودون سبق الحساب. اللهم اكرم الجنة بدون حساب ودون سبق العذاب. اللهم اكرم فسيح جناتك واعف عنهم واغفر لهم وتوب عليهم وارحمهم يا ارحم الراحمين. يا الله كما رباني صغيرا. اللهم اشفهم وعافهم يا رب. اللهم اشفهم وعافهم يا ارحم الراحمين. اللهم اشفهم وعافهم يا رب. اللهم اشف ابي وامي يا رب وسلم كل سوء وردهم الى اهلهم سالم يا ظالمين يا ارحم الراحمين. يا تواب يا رحيم يا حنان يا منان. اللهم اغفر له يا رب. اللهم اطل ابصر جنات يا رب يا رب يا رب. اللهم يا ارحم الراحمين يا كل الاحبار يا رب. اللهم ارزق اخوتي يا رب زوربي وزوجتي يا رب وزوجتي يا رب. جماعي بقى صورني معاك. صورك ازاي بقى؟ انا كنت ماسكها كده اهي قدامك وانا ظاهر قدامك بس توجه عليا. تمام. ايش هي كده؟ تجيب الكعبة كده وانا ببص له كده 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 تجيب الكعبة الناحية التانية. طيب ها ايوه كده ظاهر ها ايوه. لا واضح تمام. نصور الكاميرا. نصورك يوم الحج كذا ان شاء الله. يا رب يا رب. كذا تمام. ذلك يوم 29 من رمضان 1429 29 من سبتمبر 2008. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.